شركات أمريكية تبدي رغبتها الاستثمار بالبلاد. وفد من التجارة والزراعة والمعونة الأمريكية يلتقي مدير البنك الزراعي غدا. اليورو يسجل أعلى سعر في 6 أشهر أمام الدولار بفعل مخاوف سياسية. مساء الخير المشاهدون الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في الحدث الاقتصادي والذي نستهله بحزمة من الأخبار المحلية ونناقش في ملفه اتفاق الصندوق القومي للإسكان والتعمير والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري مع شركات تركية في مجال الإسكان والبنى التحتية للتوسع في مشاريع تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية للمواطنين. نقدم بعده طائفة من أخبار الولايات ونختتمه بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية الاقتصادية، فابقوا معنا. أهلا بكم. التقى وزير الزراعة والغابات دكتور عبد اللطيف أحمد العجيمي بمكتبه صباح اليوم بممثل البنك الدولي، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي في التطوير بالنسبة للقطاع الزراعي وخطة السودان في مجال الأمن الغذائي وتقنية المعلومات. كما تعرض اللقاء لمناقشة تقرير السودان للعام 2017 لتحسين القطاع الزراعي ووضع الترتيبات لاجتماع شركاء لمناقشة التقرير في 23 من مايو الجاري. وأشاد العجيمي بمجهودات مجموعة البنك الدولي في دعم القطاع الزراعي بالسودان، وعبر عن أمله في استمرار الجهود والتعاون المشترك بين الجانبين، فيما وعد ممثل البنك الدولي ببذل الجهود لتضمين السودان في عدد من المبادرات في القطاع الزراعي. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم منخفضا عند 3420.456 نقطة. وفي معاملات اليوم ومقارنة بتداولات أمس، فقد شهد اليوم انخفاض حجم التداول من 27,024,776 إلى 2,274,494 جنيها، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 124,391 إلى 56,058 ورقة، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 161 إلى 63 صفقة. وفي مجال حركة الأسعار، شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم انخفاض سعر سهم بنك الخرطوم من 2.11 جنيه إلى 2.1 جنيه. وسجل قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم استقرار سعر سهم صندوق الإيجار الاستثماري عند 10.5 جنيهات. كشف رئيس وفد الزراعة والتجارة الأمريكي الزائر للبلاد المستشار الزراعي ومسؤول الاتصالات لدى الاتحاد الأفريقي مايكل فرانكو عن رغبة الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة وتنوع مجالات وفرص الاستثمار في السودان. وقال إن الزيارة تأتي في إطار إطلاع وتعريف المستثمرين والشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية في السودان وخاصة في المجال الزراعي. من جانبه، رحب وكيل وزارة الاستثمار المكلف الدكتور إبراهيم موسى ضرار وفد الزراعة والتجارة الأمريكي، مستعرضا فرص ومناخ الاستثمار المتاح في السودان في قطاعات الاستثمار المتعددة إلى جانب فرص المناطق الحرة. وقال إن السودان يتمتع بمزايا مشجعة من حيث القوانين والضمانات والإجراءات. أكد وزير الزراعة والغابات دكتور عبد اللطيف العجيمي التزام وزارته بتنفيذ خطة الدولة الرامية لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بمحصول القطن باعتباره من المحاصيل النقدية الواعدة التي يمكن أن تسهم في رفع الاقتصاد، وذلك في ظل زيادة ارتفاع أسعار القطن عالميا. وكشف الوزير لدى لقائه بمديري المشاريع القومية اليوم للوقوف على الترتيبات الموضوعة للموسم الصيفي 2017-2018 والخاصة بمحفظة القطن، كشف عن تكوين لجنة لمتابعة وتقييم الموسم ورفع تقرير لكل ما يتم في العمليات الزراعية، مشيرا إلى أهمية الترتيب المبكر والاستعداد منذ الآن للموسم الشتوي المقبل لضمان الترتيب الجيد.
كشفت إدارة البنك الزراعي السوداني عن لقاء يجمعها بوفد من وزارتي الزراعة والتجارة الأمريكية وممثلين لوزارة المعونة الأمريكية بالخرطوم اليوم يوم الأربعاء المقبل للتشاور والنقاش حول العديد من القضايا المشتركة. وتوقع المدير العام للبنك صلاح الدين حسن أحمد حدوث انفتاح كبير وتعاون مقبل الأيام القادمة مع العديد من المنظمات العالمية توطئة لعودتها للسودان، كاشفا عن شراكات عديدة مع المؤسسات العالمية والإقليمية والصناديق العربية بشأن عمليات التمويل للشباب، مشيرا إلى وجود تجارب مماثلة سابقة مع المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات العالمية العاملة في ذات الإطار. أكدت وزارة البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية المضي قدما في إنفاذ برامجها لإحداث نقلة بيئية مدروسة وبجهود محلية وإقليمية ودولية لمصلحة البلاد ولمواطنيها. وقال وزير الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية الأستاذ عبود جابر في تصريح صحفي أن التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا أمام السودان وأهله، الأمر الذي يستدعي اهتماما أكبر بهذا الموضوع. وأكد وزير الدولة أن الخطة الوطنية للمتغيرات البيئية التي وضعتها الوزارة ستكون سندا أساسيا لمحاربة التصحر والجفاف بالمحافظة على القطاع النباتي بالوسائل الفنية وتوسيع المساحات المزروعة في أنحاء البلاد. قام وفد من غرفة الجلود والمنتجات الجلدية باتحاد الغرف الصناعية يضم نائب رئيس الغرفة والأمين العام للغرفة، يرافقهم وفد من إدارة الاستثمار بمصرف التنمية الصناعية برئاسة محمد علي سعد الدين بزيارة لمدبغة أفروتان كضربة بداية للتعاون بين قطاع الجلود ومصرف التنمية. ورحب روبرت عزمي المدير العام لمدبغة أفروتان بزوار وأطلعهم على إمكانيات المدبغة والوضع الإنتاجي الحالي. وأوضح طه السيد أحمد الأمين العام لغرفة الجلود والمنتجات الجلدية أنه تمت مناقشة عدة قضايا لها علاقة بالإنتاج، وقد أبدى وفد المصرف استعداده لتمويل قطاع الجلود في مستوياته المختلفة بدءا من الخام حتى المصنع بجانب توفير المواد الخام اللازمة للنهوض بقطاع الجلود. أكدت هيئة المواصفات أن شركة الأقطان مؤهلة من الناحية الفنية لإدارة شؤون سلعة القطن لجهة التزامها بالمواصفات القياسية والجودة. ودعا نائب المدير العام للهيئة زكريا محمد سليمان لضرورة الاهتمام بالقطن حتى يعود إلى جدواه الاقتصادية، وطالب بتكوين مفوضية معنية بإنتاج الأقطان والاستفادة من التقنيات العلمية. وأشار لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل لإعداد وتقييس الأقطان إلى عدد من الأمراض التي تصيب القطن وهي مهددات، وقال إن المخرج الوحيد هو تحديث التقنية والتعديل الوراثي حتى يكون العمود الأساسي للاقتصاد، وشدد على تعديل القوانين لتواكب المستجدات بالساحة. ووصف القطن بالمخرج الوحيد لاقتصاد البلاد، بيد أنه قطع أيضا بأنه يحتاج لقرارات لمواكبة الجودة. ننتقل عقب الفاصل مشاهدين الكرام لمناقشة تفاصيل ملف اليوم، ابقوا معنا.